شاريهم كل حتى زي شاريهم كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورب دايما مكت علينا عدا ولا حرمني منكم ولا حرمكم مني. ورب قدرنا دايما على فعل الخير وعلى فعل الخير وبعدنا ربعا جزيت الخير وقدر رب ملكو الشر وما حاجة نكون معكم نيودي مش نير بقى. المهم وحشني وضع الفوزير ده وحشني قوي عشان كده قلت ارجعه تاني ماشي عشان الناس قالت لي موضوع الفوزير ده حلو قوي حد يقف وانت ارجع بتاني فرجعت بتاني. المهم ارن على الفاز معانا النهارده حاج مؤمن من الشرقيه. ارن على الحاج مؤمن من الشرقيه. الو ايوه مين معايا؟ الحاج مؤمن معايا طب اديله التليفون. طيب هو نايم دلوقتي مين معايا؟ قولي له الحاج هو نايم والله دلوقتي مش هينفع يسمع. طيب هو عامة يعني هو فاز معانا وادي التعليق بتاعه وحبيت ان انا افرحه بس انت اللي رديت علينا يعني. طيب والله بيحب فيديوهاتكم جدا وفيديوهات الحاجة بتضحكوا قوي. تسلمي له والله. انت بتتفرجي معاه؟ ماشي يبقى انت وهو واحد بقى انتوا الاثنين فايزين. ماشي بجد والله انتوا الاثنين فايزين يعني انت فعلا حاجه هي. ايوه وانت طالعه على اليوتيوب معانا اهو بجد. انا هصور معاك يعني حاجه؟ لا 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 اي خدمه. لا خلاص بس احول سي بي في سبع نومه سي بي. ماشي عايزه حاجه؟ سلام البنت الغريبة دي. حاج مؤمن مبروك عليك والحق يا جماعة والنبي اللي يعرف بقى الفزورة اللي قدام شوية يكتب معنا في التعليق واحنا بتمسح عليكم. سلام عليكم. حلوة قوي كده. يلا خشوا على الفيديو يا جماعة. سلام عليكم. حاجة ايه في ايه؟ جعان انا مارا جعانة تلاكل شغل يا انت عم مالك عامل زي السمك الحفتانة ليه كده عامل زي الكلب المبلول مالك حاجة بتقوم كده هز كده فيز شوية عيب على اللي جابني عيب خش جوا يلا هتلاكل يلا مش بعيب انا يا حاج بس انت مالك كده راجد يا اخويا نعمل لك ايه طيب الجو حر الجو فرهدة حاجة خلاص جربت اخلص الاكل اهو الجو حر انا بنعمل بيدي واسناني والوقفة قدام البوتاجاز بتخلينا نعرق ده اللي ولا حمو يجيب لي المروحه حطها قدامي هنا. كلم ابوك يا ابني. ولا حمو حمو نعم يا بابا انزل هات لي جيب لي المروحه حطها يعني اجيب السجاير ولا ما هي سجاير هات لي سجاير ما هم محمد تحت بابا قفله عشان الحر عشان الجو حر قفله ابو اللي جابك ما منك شي منفعه في الشقه بنت الجزمه دي خش جو خش حاضر خش حاضر مش مش حتى العنب عرقون العنب تحت باطه عرق مش نافع على حمو ردش على اللي جابني انا جاي من اللي جابك. اوه عزيزه جيت في الوقت اللي انا عايزك فيه عشان هلوش اللي جابه وانا مش بندع على اللي جابك. مش سامعك والله يا بابا. ايه ما سمعتنيش. لا افتح ازاز ودني اللي جابك معايا انا كنت محتاجك كنت بنده عليك والجو حر وفي فرهده ومش ما قدرش انده عليك انا اجيب فزوره كنت عايزك تحلها يعني. حاضر يا بابا اللي انت عايزه والله. قول انت ما عارفش فوزير انا قول انت فزورتي. طب اللي اقولها انجز قول يلا. ماشي مش عارف والله يا بابا.
ابو اللي جابك انت، انت اللي العود ومنه العود في اجابتك انت. وانا قلت حاجي، ما هو اللي مش عارف فزوره حاجه. ثواني طب استنى استنى بالله كده وهصعبهولك. قولي. بص 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 طيب، شيء 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 يخصك بتاعك انت بس كل الناس بتستخدمه اكتر منك، ايه هو بقى الشيء دي؟ لا غلو بحماري حاجة، غلو بحماري. اللي يعرفها حلوين يكتب في الكومنتات تحت وهيفوز معانا في التعليق اللي جاي زي اول الفيديو كده. يلا جاوبوا بقى، ما تنسوش اللايك. جيب الاكل والنبي حاجة عشان جعان انا. اللي يعرف الفزورة اللي الحاجة قالتها دي والنبي يا جماعة يقول عليها في التعليقات تحت عشان يطلع معانا الكومنت اللي جاي. اهلا بتمسي عليكم.